صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم كله خير وصحه وبركه. اليوم رح نعمل كيكه بالشوكولا والقشطه. هلا هن رح يكونوا طبقات، رح نعمل طبقه الكيك ونفس مقادير او تقريبا يعني جزء من مقادير طبقه الكيك رح ناخذ منها لطبقه الشوكولا، وطبقه القشطه اكيد في لها مكونات رح نحضرها كمان. رح بلش بالكيكه لحتى نلحق نسويها بالفرن. هلا اذا ما عندي خلاط ممكن اخلطهم بايدي وبتعطيني كمان نتيجه كثير حلوه، بس اذا عندي خلاط وفي كهرباء مشان استغل الوقت ممكن انا بلش الخطوه الاولى بالخلاط. رح اضيف هون عندي 3/4 كوب من السكر، السكر العادي الابيض، رح اضيف معلقه صغيره من الفانيلا، وممكن الفانيلا نضيفها على البيض، بس انا بدي هي الطبقه كمان يكون تكون اخذه نكهه الفانيلا. هلا هون عندي نص كوب من الزيت النباتي، ورح اضيف كمان عندي كوب من الحليب، ورح اضيف عندي 4 معالق من الكاكاو، عم استعمل الكاكاو الخام. وعندي هون هلا الخلاط رح يساعدني بدمج الزبده، يعني هو اكثر شيء لحتى تندمج عندي الزبده. عندي نص قالب من الزبده 100 جرام، اكيد لازم تكون يا بحراره الغرفه او بدوبها شوي بالمايكروويف، بس ما تكون سخنه، يعني تكون بحراره الغرفه. دائما هيك قصص اذا مثلا الزبده انا حافظتها بالبراد وطلعتها قبل بوقت وحسيتها لساتها بارده ممكن دوبها بالمايكروويف، بس بتركها شوي لترجع تصير بحراره الغرفه، ما بستعملها وهي سخنه. هلا هون رح اضيف رح احط الغطا وعلى الخلاط رح نخلطهم مع بعض. رح احاول بس هيك نزل اللي على الاطراف لحتى ينخلطوا معي، اكيد كل المكونات تنخلط بطريقه صح. برجع بخلطهم بالثواني وبتكون عنا صارت جاهزه. هلا هي الطبقه مثل ما قلت ممكن انا يعني ما استعمل الخلاط، بس بدي احاول ادمجهم كثير منيح مع بعض. هذا الخليط رح اخذ منه تقريبا كوب واحفظه بالبراد، شايفين قوامه كيف كان كيف صار سميك. هذا الكوب رح احفظه بالبراد وهي عندي طبقه الشوكولا صارت جاهزه. باقي الخليط عندي هون بالزبديه رح اضيف 3 حبات من البيض، اكيد كمان بحراره الغرفه رح اضيف المعلقه كبيره من البيكنج باودر على كوب من الطحين، خلطهم مع بعض. دائما هاي الحركه او هاي الخطوه ما تنسوها لحتى البيكنج باودر يندمج عندي صح مع الطحين. هلا هون رح اخفق شوي البيض بايدي، انا ممكن اكمل بالخلاط بس خلص هون يعني انا ما عدني بحاجه للخلاط، واهم شيء هي الزبده تندمج عندي بالصوص بطريقه صح، وباقي ان كانت بالخلاط او بالايد، وباقي الخطوات اكيد فيني اعملهم بايدي. هلا هون رح اضيف اللي بقي من الخليط اللي خفقناه مع البيض، ومثل ما قلت انا ممكن الخليط هذا تضيف معه الفانيلا من الاول، او ممكن الفانيلا تضيفها بس على البيض، يعني تكون نكهه الفانيلا بس بقلب الكيكه ما تكون بطبقه الشوكولا. هي بترجع لكم انتم كيف بتحبوا الطعمه. هلا هون خلطهم مع بعض كثير منيح، بعدين راح ضيف الطحين. الطحين راح ضيفه على دفعات، اكيد الطحين منخول عندي كمان. هي الخطوه ما تنسوها بالكيكات دائما، يعني حاولوا المكونات الجافه تنخلوها لحتى اكيد تعطيني نتيجه احسن. هلا حسب الكميه، انا لانه عندي كوب من الطحين راح ضيفه على دفعتين، اذا كانت الكميه اكبر بحاول اقسمهم على 3 دفعات اكيد. هلا هون انا الصينيه اليوم رح اخبز الكيك بقلب القالب ورح اقدمها بالقالب، لانه انا دائما يعني احيانا بضطر انه اخبز الكيكات بقالب مثلا تشيز كيك لحتى اقدر اطلعهم واعرض لكم اياهم، بس دائما بقول انه نحن فينا نقدمها بنفس القالب اللي عم نخبز فيه الكيكه. فمشان هيك دهنت شويه زبده وحطيت كاكاو، باعتبار انه انا لون الكيكه عندي يعني حطيت فيها كاكاو، ما بفضل انه رش طحين على الكيك رح يطلع لونه ابيض، خصوصا اذا حبيتوا انتم تطلعوها من القالب. فبهيك حاله بحط شويه زبده
وبرش الكاكاو، او ممكن حط طحينه، طبقه طحينه بس لحتى ما تلزق عندي. اكيد الطحينه ما رح تعطيني كمان لون، يعني رح تندمج مع باقي المكونات وما رح تلزق الكيكه بالصينيه، وبنفس الوقت ما رح يكون في لون ابيض طالع عندي. الفرن شغال على حراره 180، لهي المقادير رح تاخذ تقريبا بين ال 30 وال 35 دقيقه. مثل ما قلت، الكاسه اللي طلعتها انا من الصوص رح احطها بالبراد، هي رح تسمك عندي اكثر، رح استعملها كطبقه شوكولا. والكيكه هلا رح احطها بالفرن، تقريبا رح تاخذ 30 ل 35 دقيقه. وبالفقره الثانيه رح نجهز طبقه القشطه. هلا هي طبقه فيها قشطه وفيها مكونات ثانيه اكيد رح نحكي عنهم بالفقره الثانيه. قصة نجاح كونتها لحظات لا تنسى مع مركز جلجامش. يسعد صباحكم عن جديد. صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا لليوم. اليوم عم نعمل كيك بالقشطة والشوكولا. هلأ نحن حضرنا طبقة الشوكولا اللي هو الصوص مع الكيك بالفقرة الأولى. نحن أخذنا شيء من المقادير، يعني أنا قبل ما أضيف البيض مع الطحين والبيكنج باودر بقيم من الصوص اللي حضرناه تقريبا كوب، وبعدين البيض والطحين والبيكنج باودر بضيفهم على باقي الصوص وبخبز الكيكة. الكيكة هلأ طلعت من الفرن، هي كتير سخنة، وكوب الصوص اللي قمنا على جنب بحفظه بالبراد لبين ما تستوي عندي الكيكة، ودغري ببلش بسقي الكيكة من هذا الصوص وهي سخنة. هلأ هي الطبقة لازم تكون الكيكة سخنة، الطبقة الثانية اللي رح نحضرها لا، بدي استنى الكيكة لتبرد لحتى اقدر احط الطبقة الثانية. رح خلي شوي من الصوص لحتى زين فيه خطوط على الوش. هلأ على فكرة هيك كيكة، يعني إذا بتكون جهزوها هيك بهي المقادير وبهي الطريقة صارت جاهزة عندي الكيكة، تبرد ممكن أقطعها وآكلها وبتطلع كتير طيبة. بس نحن رح نعمل كمان طبقة إضافية اللي هي طبقة القشطة. هلأ هون طبقة القشطة كمان رح استعمل فيها الخلاط، بس إذا ما عندي خلاط هلأ رح قلكم كيف ممكن أنا أتصرف فيها. هون صارت هي جاهزة، بدي استناها لتبرد لحتى أقدر أحط الطبقة الثانية. رح بلش بكوب من الحليب، ورح حط كمان عندي كوب من القشطة، ورح استعمل الجبنة الكريمية كمان، رح استعمل كوب. حطوا الجبنة والقشطة قبل ما تحطوا الحليب. هلأ هو يفضل إنه أنا يعني حط المكونات السائلة قبل لحتى الخلاط يشتغل عندي، يبلش يطحن، ما ببلش بالمكونات اللي بتكون ناشفة أو قاسية. هون حطيت كوب من القشطة، كوب من الجبنة الكريمية، وكوب من الحليب. رح ضيف عندي كوب من الكريمة الشانتي أو الكريمة البودرة، ورح حط عندي نص كوب ونص كوب من السكر الأبيض العادي. هلأ هدول المكونات رح أخفقهم لحتى يدوب عندي السكر، بعدين رح نزل البسكوت. هلأ البسكوت إذا ما عندي خلاط، يعني هدول كلهم فيني أخلطهم بالويسك بإيدي، بس البسكوت إذا ما عندي خلاط بطحنه، بحط البسكوت بكيس يكون سميك شوي وبالشوبك أو بمدقة التوم، بضل بطحنهم ليصيروا ناعمين، بعدين بمرقهم بمنخلة. هلأ المنخلة يفضل تكون فتحاتها وسط أو خشنة لحتى ما تعذبني، حتى لو فتحاتها ناعمين بتزبط، بس انه رح تاخذ معي وقت. هلا انا رح اطحنهم هدول، رح اخلطهم لحتى اضمن انه السكر داب، بعدين رح بلش ضيف البسكوت بالتدريج. هلا هون السكر يعني تقريبا داب عندي، رح بلش نزل البسكوت مثل ما قلت بالتدريج عندي لحتى اضمن انه انخلط. يا اما بطحنه مثل ما قلت
يعني وبمرق البسكوت بمنخله، او ممكن حتى هلا هذا الصوص باعتبار انه سائل ممكن انا احطه على البسكوت واتركه شوي لحتى يطرى عندي البسكوت وبرجع كمان بمرقهم بمنخله. هي في حال ما عندي خلاط، عندي خلاط اكيد فيني انه اخلطهم على الخلاط بترجع الشغلة أسهل. عم بستعمل 250 جرام يعني ربع كيلو من البسكوت السادة، تقريبا بيطلعوا شي 3 كوب، يعني أنا لما بعير بحاول عير بنفس الكوب كل المكونات. هلأ أنا رح أضيفهم بالتدريج وأخلطهم مع البسكوت، بعدين بس تبرد عندي الكيكة رح أحط الطبقة، واللي ضلوا من صوص الشوكولا رح أعملهم هيك خطوط ناعمة وزين فيهم الوش. هلأ أكيد رح ترجعوا لعند الصبايا، أنا رح كمل طحنهم ورح تشوفوا النتيجة النهائية بآخر الحلقة. يسعد صباحكم عن جديد، صار الوقت لحتى تشوفوا شكل طبقي بشكله نهائي. اليوم عملنا كيكة وعملنا لها طبقات من الشوكولا والقشطة. هلأ كشكل صارت جاهزة الكيكة، بس بعد ما حط طبقة البسكوت مع القشطة لازم أرجع على البراد على الأقل ساعتين لتمسك معي الطبقات تصير ماسكة، يعني كأنها طبقة قشطة. إن شاء الله يكون طبقي لليوم عجبكم، هو طبق كثير سهل عن جد، بتمنى تجربوا وتخبرونا وبشوفكم بكرة بوصفة جديدة. يسلم إيدك، هو فعلا سهل بس شكله كثير طيب. يعطيك العافية، شكرا كثير لك يا شيف. لهون بكون خلص مشوارنا الصباحي، نتمنى نكون قدمنا لكم فقرات متنوعة مختلفة وجديدة ومسلية بنفس الوقت. ترونا بكرة بنفس الموعد بحلقة جديدة، ضلكم بألف خير. تبقوا بألف خير، باي باي.